السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهدوا ماذا فعل هذا الجزائري، تابعوا معنا هذا الفيديو. خوتي شوفوا التطور تاع الناس وين لحقت. هذا الانسان يدير لنا امبريسيون، يعطيك مود باس تفتح هذه تلقى هنا كاع العباد اللي كيما انت، تجبد تاعك اللي تحتاجها في الجزائر، في الجزائر ليك تجبدها تحوس عليها. انا حوست عليها لقيتها تلقى شحال قامت لك. تجي لهنا تلقى دي زونفلوب، واش دير؟ تحكم هذا دراهم حطهم داخل لونفلوب ليك وتجبد، تغلق لونفلوب، كاين كاميرا سيرفايونس تحكم هذا لونفلوب، ترميه لداخل ملي خلصت راك شايف، وتحكم هذه وهذو كاع تاع الناس تلفت غير واش تسحق وتغلقها والسلام عليكم. واش تعاود تفتح يرحم يماكم. هذا السيد اقسم بالله العلي العظيم غير كان يشوف فيها لحمه ويتشوه. تغاو في لالجيري يا خو، تفتح هذه بكود تلفت سلعتك وتروح في نصف ليالي. ليك شحال راهي الساعه؟ راهي غدوه، رانا في غدوه، انا في غدوه جاي. تجي زوج ثلاثه اربعه خمسه تريكيبيري سلعتك نيفو هرب. خويا العزيز انت انسان شيكور وزاعم وديديكاس ليك. من الاخر هذا الانسان تاع تطور من الجيري خو، تبو النورمال ما يعطي له جائزه يا.